هو بيرفع البوتاسيوم، ما بينعطى مرضى الحروق. ليش ما بينعطى مرضى الحروق؟ لانه بيرفع البوتاسيوم اوريدي، ومرضى الحروق بيرتفع عنده البوتاسيوم كمان، بيخاف انه يصير عندنا توقف قلب. له اذيات عصبيه، اعتلالات، هدول الام عضليه اللي هو بصير عندنا لما بنعطي اختلاجات شوي وهيك. فبصير عند المريض لما بفيق بيقول انا عضلاتي كثير عم توجعني، بحس الام عضليه، بيرتفع الضغط داخل العين وداخل القحف، مشان هيك ما بنعطى بالعمليات العينيه اللي ما بدنا يصير فيها ارتفاع بالضغط داخل العين. وكثير بالامراض العضليه العصبيه في بقى بدي ما بنعطيه. هلا هو تقريبا يعني كمان قل كثير كثير استعماله الا في الحالات الضروريه. قلنا نحن بالمرخيات غير النازعه للاستقطاب فينا نعطي بنهايه العمليه، بدنا نعاكسها مشان نرفع التركيز الموضعي للاسيتيل كولين بالصفيحه النهائيه. مثال عليها نيوستيجمين، فيرودستيجمين والهيدرو، هدول المعاكسات بنعطيهم بنهايه العمل الجراحي حتى يعاكس ويرجع نفس المريض. لكن النيوستيجمين والبروستيجمين هن لهم تاثيرات نظيره وديه، لذلك ما بنعطيهم الا مع الاتروبين، لازم نعطي الاتروبين والسبب حتى يعاكس التاثيرات نظيره الوديه، نعطي اتروبين قبل ما نعطيهم. هلا نحن بنقول انه انتهت العمليه وبده يفيق المريض، احيانا بنحس ما زالت اثار المرخيات العضليه على المريض. هلا شو بدنا نعمل نحن حتى انه نعرف انه المريض نحن ما بنقدر نبعثه على تختم، ما بنقدر نبعثه على الجناح، ما نكون اتاكدنا 200% انه هالمريض راح خلص من اثار المرخيات العضليه. في عندنا شيء سريري وفي عندنا غير السريري. في عندنا صار اجهزه كثير يعني متقدمه لحتى نعرف انه تخلص من المرخيات العضليه. سريريا لما بقول له للمريض بنهايه العمليه فتح عيونك، يعني معناتها العضلات اللي على الاجفان راح تاثير المرخي، افتح عيونك مد لسانك لبرا، حيويته عم يتنفس بشكل جيد، عمق التنفس، هاي كلها بتعطينا انه هالمريض خلص راحت تاثير المرخيات العضليه. ومع ذلك الافضل منها هو الاجهزه اللي بنستعملها وبتعطينا، بنحط منبه عصبي على الايد وبيعطينا عباره عن خط بياني ببين معنا انه كان عنا والله منهم كثير، لكن هدول بيحتاجوا على طول يكون عنا ليدات وكذا، وكمان هدول وقفوا هلا ما عاد انه قدرنا نجيب منهم، بس بيعطوا فكره جيده عن انه المريض تخلص ما عاد عنده اثار المرخيات العضليه. ورجعنا للطريق السريري اللي هو نحن نعرف كيف انه المريض والله بامكاننا انه نبعثه على تحته او على الجناح، والحمد لله انه ما عاد عنده اي اثر للارخاء العضلي. هلا بدنا نحكي عن المسكنات البكتيريه. اذا حدا قبل ما ننتقل على المسكنات، مين له سؤال على المرخيات العضليه؟ تفضل. تأثير هوفمان شو يعني تبع تحطم الذات؟ بالبلازما، يعني بيتدرك بالبلازما، ما بيتأثر لا بالكبد، التدرك بالبلازما يعني بيتحطم، ما بيعود له، ما له استقلال يعني الجسم، بس بالبلازما. تفضل حدا له سؤال؟ التوكسينيل كولين مو هو مشابه لنفس الاستقلال؟ انا بتذكر انه له دورين، اول شيء سيروتونين بيشابه اول شيء الاسيل كولين، بعدين بيعكسه. هو مشابه له وفتره تاثيره قصيره، يعني الوقت اللي ما بقى ياخذ
تنبيهات ما بقى يتنبه، وقف محله لكن بفترة ما عاد يقدر، ما عاد بفترة ياخذ تنبيه، فهو مشابه تماما لتركيبه، لكن بفترة غير الفترة اللي يعني فترة غير فترة الأسيتيلكولين اللي هو الناقل العصبي، هي تأثيره الفيزيولوجي. أما البقايا لا منافسة، يعني بتقعد على المستقبلات اللي هي موجودة بتاخذ محل المستقبلات. أما هذا مقلد له ولكن الفترة الزمنية مختلفة عنه، فهو بيكون نازع للاستنطاق، هذيك بالعكس مانعة من الاستنطاق. المسكنات المركزية، المسكنات اللي بنستعملها بتعرفوا كلها محيطية ومركزية. شو الفرق بين المحيطية والمركزية؟ المركزية بتأثر على الجملة العصبية، مشان هيك بنقول إنه هي مركزية بالجملة العصبية. أما البقايا هي عبارة عن تأثيرات، باقي المسكنات هي عبارة عن تأثيرات محيطية. هلا نحن هون حنحكي عن الأفيونية. شو هي الأفيونية؟ سميت لأنها مشتقة من نبات الأفيون، كانت مشتقة يعني كانت هيك، ولكن هلا صار في منها تركيبية، يعني صار هلا عم تتركب عادية بال يعني حسب تركيبها الكيميائي. أما بالأول كانوا يستخدموها، بنعرف إنهم بيستخدموها من نبات الخشخاش يلي هو المصدر لمادة الأفيون، يطلقوا عليها اسم المخدرات. هي ما لها مخدرة، هي عبارة عن مسكنة، ولكن في إلى ميزة الاعتياد، يعني يلي بيعتادوا عليها الأدكشن، ولهذا بتسمى، مشان هيك بيسموها المخدرات. ولكن ليس هي ليست مواد تخديرية، هي عبارة عن مواد تسكينية. كيف آليتها؟ كل الفترة بعد الأدوية والنظريات الحديثة عم بتقول لك الدواء له مستقبلات، مثل ما حكينا عن الأسيتيل كولين له مستقبلات. هون كمان عنا الأدوية هي ترتبط بالمستقبلات الأفيونية يلي هي موجودة بالجملة العصبية، هي إلى كذا مستقبلات، إلى خمس، عرف منها خمس مستقبلات وإلى أكثر، الى مستقبلات اكثر. الادويه ترتبط بالمستقبلات، يا اما الى تاثيرات شاده يعني بتزيدها، بتزيد من تاثيرها، او بالعكس هي معاكسه، مثل نحن لما بنستخدم مواد بنعاكس المورفين، لما واحد اخذ جرعه زايده وبدنا نعطيه المضاد، شو بنعطيه؟ بنعطيه النالورفين او النالوكسان يلي هي، مشان هيك هي اسمها مواد معاكسة. أما هذيك المواد، فإذا عنا مصطلحين بنقول مفعل مثبط يلي هو مثل النالورفين، هداك بالعكس شاد، يعني بالعكس مفعل بيزيده. كمان هناك في عنا علاقة بين الجرعة والاستجابة، كمان نحنا حسب الجرعة يلي بنعطيها بصير عنا، يعني حسب الجرعة ممكن نعطي تكون استجابة أكثر، لما نكبر الجرعة بكون عنا الاستجابة أكثر. في عنا مستقبلات نوعية ضمن الجملة العصبية، هي MU جابا سيجما دلتا إبسيلون، الـ MU إلى MU1 MU2، ولكن اخترق يعني لسه بيطلع مستقبلات كثيرة، هدول يلي انعرف، لكن في لسه عدد ضخم كبير من المستقبلات. كيف تتوزع، بيرتبط توزعها بالجملة العصبية؟ عندنا تشرد الدواء في الدم، قديش بتعلق يعني توزعها بدرجة تشرد الدواء في الدم.
انحلال غير الجزء غير المتشرد في الجسم، كل ما كان انحلاله شديد في الجسم كل ما كان تأثيره أكثر. عشان هيك لما بنعطي المواد اللي بتبقى شديدة الانحلال، احنا بنعرف انه الجبلة العصبية غنية يعني الدماغ وكله غنية بالجسم، عشان هيك لما بنعطي دواء بتشرد بالجسم قوام بيروح للدماغ. يعني احنا لما بنعطي أثناء العمليات الجراحية الفنتاني دقيقة دقيقتين بيكون وصل للجملة العصبية وانتقل وصار له فاعلية، بينما بعض المواد بطيئة التأثير بيطول كثير تأثيرها وما بتصل بسهولة، يعني ما بدها وقت لحتى تصل. فإذا عنا انحلاله بالجسم، كمان عنا عامل ثاني عاملة شو هو المستقلبات. في مستقلب بيضلوا فعال ممكن يأثر، وفي مستقلب خلاص وقف ما عاد يشتغل. فلما يكون عنده المسكن مستقلب فعال بيكون له تأثير، وهذا مثل مثلا هو مثل مثلا مورفين 6 جلوكورونين شغال أكثر من المورفين. ليش؟ لأنه بيضلوا هذا شغال عنا أكثر. في عنا عوامل كثيرة لما بنعطي المسكنات، بنعتمد الجرعة مثل ما حكينا، لما بنكبر الجرعة، الجرعة إذا كانت كبيرة بيكون تأثيرها أكثر. السن، طرفي العمر بيتأثروا أكثر بالمورفينات. يعني نحن النيوناتال دواء الولد الصغير والمسن الكبير بيكون تأثير هالأفيونيات عليهم كبير. فلذلك كثير بننتبه بطرفي العمر. نحن الولد الصغير كثير كثير يعني الحديث الولادة ما عم نقول ما بنعطيه مسكن، لأنه هو عكس النظرية لما كانوا يقولوا ما بيتألم. لا مو صحيح، هو بيتألم. بس نحن مثلا قلنا لما بنعطيه بدنا نعرف إنه ما يأثر إلى يعني صفة الأفيونيات أو المواد إنه تثبيط التهوية. فنحن لما بنعطي هالجرعة ممكن يصير تثبيط التهوية. إحنا مشان هيك بنخاف بطرفي العمر.